السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معي في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله أنه يلقاكم في كامل الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غدا نهضر على واحد المشكل اللي هو تيعانيو منه النساء، واحد المشكل اللي هو كبير، وهو المناطق الداكنة، خصوصا الرقبة والكوعين تحت الإبط، المناطق الحساسة يعني البيكيني. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا حجوج الوصفات، الوصفات اللي هي فعاله بمكونات كل شيء كيعرف بانها يعني فعاله بالنسبه لهذا المشكل، هذا يعني لهذيك السموريه اللي كتكون هذاك الطبقات اللي كتبقى وحده فوق طبقه، يعني الجلد الميت كيبقى لواحد المده طويله، يعني كي الجلد كيتصبغ وكيولي مدبوغ، كتولي ديك البلاصه هكا داكنه، يعني واخا كتصلي واخا كتمشي تحكي هكا لهذيك المنطقه ما تيحيدش داك اللون. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد جوج الوصفات ان شاء الله غادي يكونوا فعالين باش غادي يفتحوا لينا هاد المناطق هذه. الوصفه الاولى ان شاء الله غادي تكون من الجليسيرين، كيف ما كتشوفوا معايا وهذا الجليسيرين. والحاجه الثانيه هو عرق السوس. عرق السوس كناخذوه وتندقوه حتى كنحصلوا على هذاك البودر. كنحتاجوا معلقه كبيره ديال عرق السوس وجوج معالق كبار ديال الجليسيرين النباتي، يعني هذا الجليسيرين. هزو معنا ناخذوا عندنا جوج معالق كبار ديال الجليسيرين، الاولى الثانيه، وغادا ناخذ بنفس المعلقه اللي هي المعلقه الكبيره غادا ناخذ معلقه ديال عرق السوس مطحون، نزيدوها عليه، نخلطوا هاد العناصر هادو بجوج، على فكره بالنسبه للجليسيرين انا تنفضل انكم تاخذوا هذه القنينه الكبيره هذه ديال ايترو، بصراحه هي اقتصاديه بالمقارنه مع هذوك القريعات الصغار اللي كتاخذوا، يعني هادو كتكون فيهم واحد الكميه كبيره وبثمن اللي هو مناسب. كنظن ايترو راه كيدير واقيلا شي 80 درهم، يعني هاد القرعه هذه راه غادا تبقى عندك وغادي ديري بها وصفات كثيره ان شاء الله. انا نحاولوا اننا نديروا واحد السلسله ديال الوصفات اللي خاصه بالجليسيرين، حتى لا كتبو خديتي ايترو مثلا يعني غتحاولي تستغلي في بزاف د الحوايج، لا بالنسبه للبشره ديالك لا بالنسبه للشعر ديالك، المهم غادا تستغليه ان شاء الله. نحاولوا نديروا وصفات اخرين يكونوا بالجليسيرين. اول حاجه قبل ما نطبقوا هاد الوصفه هذه نطبقوها على البشره ديالنا، خاص البشره ديالنا يعني تكون نقيه وتكون ناشفه، يعني تكون ناشفه. من بعد غدا نديروا هاد المزيج هذا كنديروه على البشره ديالنا، كنخليوه لمده 30 دقيقه، ومن بعد كنغسلوا البلاصه فين حنا درنا، يا اما الابط يا اما منطقه البيكيني يا اما الرقبه، وحتى الكوعين ديالنا حتى هما كيكون فيهم هذيك الزروقيه. كنخليوها 30 دقيقه يعني نص ساعه، من بعد كنغسلو بشويه الماء دافي وكنشفو، وكنحاولو اننا كندهنو بشي كريم اللي هو مرطب كندهنو به باش ما تبقاش البشره عندنا ناشفه. بالنسبه للجليسيرين راه هو مرطب اصلا البشره ومبيض، يعني فيه بزاف ديال المنافع، وخصوصا انه تحيد حتى البقع، يعني حتى البقع يعني اثر الندوب راه تحيدها. هاد الوصفه هادي غادي ديروها 3 مرات في الاسبوع. بالنسبه لهذا الخليط هذا كتحتفظوا فيه في الثلاجه، يعني يبقى يقدر يبقى عندك في الثلاجه لمده اسبوع ما كيخسرش، لان يعني عرق السوس راه ناشف ومطحون، الجليسيرين حتى هو راه ما تيخسرش، يعني وصفه راه غادي تبقى عندك لمده اسبوع. كنظن هذا المقدار اللي درنا يعني راه غادي يكفاك لمده اسبوع انا ما اظن. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لانها كتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه زوينه بزاف. جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. دابا ندوزو باش نحضروا الوصفه الثانيه ان شاء الله. دابا ندوزو الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هي حتى هي كتكون عندنا من جوج ديال المكونات اللي هو جيل لالوي فيرا، وعندنا الكركم اي خرقوم عرق.
يعني هذا يكون يعني طبيعي، يعني حنا ناخذه حنايا ونطحنوه، يا اما هذا العطار يا اما كطحنيه في الدار. المهم تاخديه يعني عواد على الطحنيه، ما تاخديش هذاك اللي كيكون مطحون لانه كتكون مشكوك فيه انه يقدر يكون مخلط بشي حاجه. جيل الويفيرا عنده بزاف ديال المنافع، المنافع ديالو كثيره بصراحه بزاف. غنحاول نقولهم لكم بعجاله، يعني هو كيكافح لينا بزاف في حب الشباب، كيعالج الحروق، كيرطب البشره وكيعالجها من الجفاف، كيخفف من الهالات السوداء وحتى دوك الهالات اللي كيكونوا حول العينين ديالنا، كيداوي لينا الاكزيما والصدفيه، كيأخر من علامات تقدم السن، كيكافح الحروق ديال البرد وكيداوي الجروح يعني بواحد السرعة، وعنده فوائد كتيرة بزاف، يعني عنده واحد الفوائد اللي هي كتيرة بزاف. والفائدة المهمة فيه هو أنه كيقشر لنا البشرة بواحد الشكل اللي هو زوين بزاف، بالإضافة للكركم حتى هو عنده بزاف المنافع. لهذا علاش حنا دابا جمعناهم بجوج باش يعطيونا واحد النتيجة اللي هي فعالة. والعنصر الثاني اللي هو الكركم، يعني الكركم راه غني على التعريف، يعني فيه بزاف ديال المميزات اللي كتفيد البشره ديالنا. في الصراحه غني غني بزاف، وغني بمضادات الاكسده اللي هي مهمه بزاف للبشره، وكيحتوي على مركب طبيعي اللي هو كيتسمى الكركمين، اللي كيحافظ لنا على النضاره ديال البشره ديالنا وكيحميها من الالتهابات، خصوصا الا كنا كنديروه للمناطق الحساسه مثلا كالابطين والمنطقه البيكيني، يعني عارفين بان هذيك المناطق كتكون معرضه للاحتكاك بزاف بالمشي، بالابط ديالنا كيبقى ديما يعني هابط، فهمتي؟ يعني كيكون اللحم على اللحم، يعني كيكون معرض للالتهاب. الا درنا الكركم يعني كيحافظ لينا على الجلد ديالنا، وكيهدل لينا حتى هذاك الالتهاب اللي تيكون. وفيه ميزة اخرى، يعني في حل الميزة اللي كاينة في جيل الويفيرا، انه كيقينا من علامات الشيخوخة والتجاعيد، وكذلك هو ايضا غني سميتو بالفيتامين او. الفيتامين او كلنا تنعرفوا بانه مرطب للبشرة، دابا ولينا كناخذو يعني كبسولات كنزيدوهم الكريمات اللي عندنا او الزيوت اللي عندنا باش كنرطبو بهم البشرة ديالنا. ندوز دابا نوجدو الوصفة باذن الله. الطريقه بعدا الاولى، كنحتاجو جوج معالق ديال الكركم، وكناخذو معلقه كبيره ديال الهولام او لا جيل الويفيرا، كنضيفوه على الكركم، ونحاولوا اننا نمزجوا هاد العناصر هادو حتى كنحصلوا على كريم. ملي كيولي عندنا هنا الخليط متجانس، كنطبقوه على بشره اللي هي كتكون نظيفه وناشفه، يعني حتى كنغسلوها ونشفوها مزيان، عاد كندهنوا هذا الخليط هذا، كندهنوه كنخليوه لمده نصف ساعه. من بعد كنخدموا بواحد الحركه اللي هي دائريه، يعني فحال الا كنديروا تقشير حركه دائريه بحال ما هكا، كنغسلوه بالماء اللي هو دافي يعني فاتر. صافي، ومن بعد كندهنوا بشي مرطب عندنا باش تبقى البشره ديالنا رطبه. هذه الوصفه هذه كنديروها جوج مرات في الاسبوع، جربوها ان شاء الله وغدا تعطيكم النتيجه. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش دعموا لي الفيديو بلايك وبالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديده. مع السلامه.